السلام عليكم طلاب، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. أنا أعتذر عن هذا الشوية توقف الفترة لأنه صار لنا شوية التزام، يعني كان التزامات ويا صف رابع. على العموم محاضرتنا هذا اليوم هو الهيلينج أوف بريدنتال تشو. طبعا هو هذا من المواضيع المهمة جدا فيما يخص البريدنتال تشو، ومسألة أنه أن يعرف كل اللي يصير على مستوى خلينا نقول البيولوجي أوف ذا سيلز أو تيشو، يعني it's very important. يعني ممكن أنه أعرف أنه الفيلير اللي ممكن يصير عندي بعد الشغل مالتي سواء من سيرجري أو simple scaling أو root planning، وممكن أنه أنا أعرف شنو الخطوات اللي أنا لازم أسويها بشكل صحيح بحيث أنه ما يصير عندي مشكلة بعد السيرجري وبعد العمل مالتي، ممكن انه اصل الى good prognosis و good result. البريدنشيوم حال any part in the body، يعني اي organ بال body، اي تروما يتعرض لها سواء بسيرجري او مثلا تروما عادي او يعني otherwise، المهم انه راح يصير عندنا healing. هذا الهيلينج هو الغرض من عنده انه حتى يرجع الريجنريشن للتشو، حتى يرجع النورمال. عملية الهيلينج طبعا هي تعتبر يعني البرايمري ميكانيزم اللي بواسطتها التشو راح يرجع الى النورمال ستيت. الفيسز اوف وند هيلينج ديفايدد انتو 3 فيسز. طبعا احنا يعني هذا بشكل عام ان جنرال any part in the body, any tissue in the body ممكن انه يصير به trauma حتى يصير به healing، فهو يمر ب 3 phases. هذه ال phases هي inflammation, granulation phase اللي هي proliferation phase ولا remodeling maturation phase، راح نجي عليها بشيء من التفصيل وبعدين نرجع على ال periodontal tissue لان يعني به شغلات تخص له فقط. زين، ال inflammation phase طبعا هذا الفيس مرات يقسموه الى 2 فيسز، يعني بعض الاحيان اذا شوفوا راح تشوفون انه عمليه الهيلينج يقسموه الى 4 فيسز. يبداون بالكلوتينج فيس، عمليه تكون البلاد كلوت اللي هي within hours. طبعا هذه هي من العمليات يعني اهم شيء بعمليه الهيلينج هي البلاد كلوت. اذا تكونت البلاد كلوت فراح تمشي عمليه الهيلينج بشكل يعني خلينا نقول سلس وتمشي الامور كلها تمام، لانه هي الفيرست ستيب باني بروسيس اوف هيلينج. اذا تكونت البلاد كلوت فمعناته انه الخطوات اللي تجي بعدها راح تجي خطوات متسلسله، فهذا يتكون within hours. مجرد انه هو راح يسوي يعني فد يعني simple closing wound عن طريق هذا الكلوت. ولهذا هسه احنا كل همنا دائما بعد الاكستراكشن انه نعطي انستراكشن للبيشنت حتى انه يحافظ على البلاد كلوت اللي تتكون عنده بالسوكت بعد ما يصير اكستراكشن، لانه اذا حافظ عليها خلال اول يوم بالتالي عمليه الهيلينج راح تمشي بدون اني انفكشن، بدون اني انفلاميشن، بدون اني كومبليكيشن. فدائما هي البلاد كلوت هي الفيرست ستيب. راح بعد هذه البلاد كلوت الخطوه اللي بعدها راح تبدا عمليه الانفلاميشن. الانفلاميشن طبعا هو البلاد كلوت حتى تتكون لازم بالبدايه يصير فازو كونستراكشن. بعدها بعد ما تكونت البلاد كلوت وصار ستوب للبليدنج، هنا راح تصير عمليه الانفلاماتوري فيس اللي هي راح تكون اكو فازو دايليشن. الفازو دايليشن غرض من عنده حتى يجيب لي كميه كبيره من السيلز النيوتروفيل والمونوسايت الى السايت اوف انجري، سايت اوف تروما. خلال ال 3 days راح تكثر المونوسايت، طبعا المونوسايت راح يصير بها proliferation الى يعني differentiation into macrophage، فتصير الماكروفاج موجوده بالوند بشكل كلش كبير باعداد كلش كبيره. الغرض من عندها انه هي عمليه الفاجوسايتوزس، انه يسوي لي عمليه كلينزنج ميكانيزم، راح تنظف الوند فروم اني انفكشن فروم نيكروتيك تيشو حتى تهيئ المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله جرانيليشن فيس، يعني اللي هي هذه مرحله الانفلاماتوري فيس، انه هي عمليه تنظيف المكان اللي يتعرض الى الدمج او التروما فروم اني انفكشن فروم اني دمج، وبعدين from any necrotic cell. بعدين الخطوه اللي بعدها هي مرحله البناء، الخطوه اللي هي granulation phase او proliferation phase، فهي تهيئه الماكروفاج تطي من توصل لافد مرحله انه بحيث تسوي كليننج للمكان، راح تنطي فد simple signaling molecule اللي هي الانترليوكينات السيتوكاين. هذه وظيفتها انه تروح على other cells وتنظم عملية
خلينا نقول البناء وإعادة الـ regeneration للـ tissue. فمثلا ممكن تروح الاوستيوبلاست تقولها انه انت هسه بون، تروح الاوستيوكلاست توقف الشغل مالته، وهكذا. فهي عمليه متسلسله، بالاضافه طبعا للجروث فاكتور اللي تعطيه الماكروفيج حتى تهيئ للفيس اللي بعده واللي هو الجرانوليشن او البروليفريشن فيس. هنا بهذه الحاله طبعا الفايبروبلاست راح تبدا بانه تعطي كولاجين واكسترا سيلولار ماتريكس، هذا راح يكون بداية البناء للتشو، بالإضافة أنه طبعا الاستيميليشن للإندوثيال سيل اللي هي تقوم بعملية الأنجيوجينيسيس، عملية تكوين بلاد فيزلز، النيو بلاد فيزلز طبعا حتى تجيب البلاد بكميات كبيرة، و يعني تسهل عملية البناء وخلينا نقول الترميم. بعدها طبعا وياها طبعا العفو الابيثيليال سيل راح تقوم بعمليه الابيثيلايزيشن اللي هي تحاول انه تسوي كلوزنج للوونز ويرجع الابيثيلايزيشن للشكل الطبيعي. فهنا يعني الشغل بالجرانيليشن فيس هو مينلي تو ذا فايبروبلاست اللي هي صار بها اكتيفيشن منين؟ من الماكروفاج من الفيس الاول، انه انطتها انترليوكينات وجروث فاكتور حتى تقول لها دابا تعاي انت انطينا هسه تيشو حتى نبدا بمرحله الريجنريشن. نهايه هذا الفيس اللي هو تقريبا راح يكون باليوم الرابع، ممكن انه طبعا يعني يوصل لحد 7 ايام. بعدها راح نمر بالماتوريشن فيس. هنا بهذه الحاله الفايبروبلاست تقريبا راح تبدي تتوقف عن الجرانيليشن تيشو اللي كونته اللي هو عبارة عن كولاجين، وتبدأ تتحول إلى مايوفايبروبلاست اللي هي وظيفتها تسوي كونتراكشن للووند حتى تحاول أنه يعني ترجع تسوي كلوزنج للتشو اللي تعرض إلى الووند. ريمودلينج طبعا الكولاجين راح يتحول من تايب 3 إلى تايب 1 اللي هو الكولاجين موجود بالكونكتيف تشو اوف ذا جينجيفا. وهذه الماتوريشن ممكن انه اذا كانت يسموها طبعا انتهت بسكار اللي هو سكندري انتيشن بالريبير، طبعا دائما ينتهي بسكار فورميشن. يعني الفرق بين الريجنريشن انه انا ارجع كل التشو، الريبير ممكن يرجع جزء من التشو يصير لوس بالتشو ويتكون عمليه السكار فورميشن، راح نجيها يعني نوعا ما بشيء من التفصيل بعدين ان شاء الله. الووند يونيون نعرف احنا يمكن اخذتوها بمحاضرات السيرجري سابقا انه الهيلينج مره يكون باي فيرست انتيشن، وهذا لما تجي الايج اوف ذا ووند كلوز توجذر وطبعا مينلي باي ذا سوتشر فيصير ايج تو ايج. بهالحاله هذه طبعا الهيلينج راح يصير اسرع، اللوس اوف ذا تيشو يكون اقل، وما تتكون سكار يعني او تكون السكار يعني بسيطه جدا. بينما الهيلينج باي سكندري انتيشن طبعا هذا شو وقت نشوفه بالبريونتال فلاب لما نجيب الايج اوف ذا بلاب اوف ذا فلاب كلوز توجذر. بالهيلينج باي سكندري انتيشن هنا راح يصير عندنا اللوس اوف ذا تيشو اكبر، وطبعا هذا هنا ما راح نقدر نجيب الايج اوف ذا ووند كلوز توجذر، وبالتالي راح تتأخر شوية عملية الهيلينج، راح يكون السكار أكبر حتى تعوض التشو اللي صار بيه دمج لأنه loss of the tissue أكبر. وهذا طبعا نشوفه بالجنجيفكتومي بالجنجيفوبلاستي بالمكان الدونر سايت مال الجنجيفال جرافت أيضا ممكن أنه نشوفه. أما الهيلينج باي ثيرد انتينشن فهذا طبعا يعني قليل أنه عندنا، هو أنه إذا مرات يعني ممكن أنه أنا أجيب يعني البرايمري كلوزر ممكن انه اسوي يعني هيرنج باي فيرست انتيشن بس اتركه اوبن لانه اكو فد فورين بودي او انفكشن، فاتركه اوبن فور فيو دايز وبعدها ارد اسوي له سوتشرينج بعد ما يصير الكوز يعني اللي هو الفورين بودي يصير بي ريليزنج وارجع انه طبعا اسد الفلاب. احنا دائما اللي يخصنا هو الفيرست والسكندري انتيشن. هذه العمليه هنا طبعا هنا طبعا بالفيرست انتنشن نعم، وهنا سكندري انتنشن. الفيرست انتنشن جبنا الايج تو ذا فلاب توجذر، وهنا تركناها اوبن لانه صعب انه نجيب الايج اوف ذا فلاب. فنشوف هنا الكونتراكشن اللي صار بالوند فصار سكار فورميشن ولوس اوف ذا تيشو، بينما هنا السكار صارت قليله جدا. طبعا
هيلينج هنا اكيد كان اسرع. البريودنتال وند هيلينج كونسيدر ا مور كومبلكس بروسيس كومبيرد تو ذا ابيديرمال وند هيلينج. طبعا تختلف نوعا ما عمليه الهيلينج بالبريودنتال تشو، يعني هي كبرنسبل ان جنرال نفس الشيء، لكن بعض الاختلافات لانه اكو فد خصوصيه للبريودنتال تشو اللي هو دا يتكون من mainly for connective tissue and epithelium اللي هي الجنجيفا والسمنتوم والبريودنتال دنتال ليجمنت والبون. طبعا فهذا يخلي البريودنتال تشو ممكن انه يتميز يعني بعض المميزات اثناء الهيلنج عن البقيه، هسه هم راح تجينا ان شاء الله. ريشنال اوف فور بريودنتال تريتمنت، الغرض عن البريودنتال تريتمنت حتى نوصل ممكن انه اليمينيت ذا بين اند جنجيفال انفلاميشن. طبعا احنا نعرف انه البلاك هو المين كوزيتيف فاكتور للبريودنتال ديزيز سواء يعني جنجيفايتس او بريودنتايتس، لكن فلهذا الغرض من عندنا من عند البريودنتال تريتمنت هو اليمينيشن للبلاك. اذا راح البلاك ممكن انه تقل كل علامات الانفلاميشن واللي منها طبعا البين والجنجافال الانفلاميشن اللي هي ريدنس والسوالنج وغيرها. ريديوس البريودنتال بوكيت اكيد اني من احاول انه طبعا اسوي ديبريدمنت واشيل البلاك، فالبريودنتال بوكيت راح طبعا يرجع ويسوي العفو يعني يصير بي كلوزنج ويقل يعني يروح البوكيت يصير بي انفلاميشن. eliminate the infection والstop للpus formation نفس الشيء، يعني احنا ما قلنا البلاك يعني اكيد من راح نسيطر عليه، فاكيد يعني بلاك كنترول راح يدينا الى infection control والpus formation راح يقل. السوفت تشو والبون destruction من اكو infection اكو inflammation اكو بون destruction، فاكيد من البون destruction موجود راح يسحب ويا السوفت تشو اللي هو الجنجيفا وراح يصير جنجايفال ريزيشن. فوظيفتي اني انه انا اقلل من عندها او اوقفها نهائيا. فاذا رجعت اذا قللت البون ديستركشن اذا وقفت البون ديستركشن او حاولت انا اسوي بون كونستركشن، بالتالي السبورت للتوث راح يبقى موجود، راح تقلل الموبيليتي وري استابليش للفيزيولوجيك جنجايفال كونتور. طبعا احنا نعرف بالجنجيفكتومي انه اللي نسوي احنا هذا الاوفر جروث اللي صار عندنا، يعني وذكرنا بالمحاضرة السابقة انه انا احاول ان ارجع الشيب اوف ذا جنجيفيت وذا نورمال شيب اللي هي نايف ايج، وبالتالي انه تسهل لي عملية البلاك كنترول. زين الوند هيلينج افتر بريدنتال تريتمنت، هسه هنا اذا نجي على خلينا نقول لكل يعني تريتمنت بلان اللي احنا نقدمه للبيشنت حسب الحالة حسب الكيس ونشوف الهيلينج اللي يصير عندنا. واحنا قلت لكم بالبداية انه معرفة البيولوجي اوف ذا سيلز والتيشو اللي دي يصير عندنا بعد التريتمنت اللي احنا دا نسويها راح يخلينا نشتغل بيرفكت اكثر اكيوريت اكثر، لانه راح نعرف يعني بدقة اللي راح يصير بعد الهيلينج. ممكن انه نتجاوز الاخطاء وممكن انه احصل على جود بروجنوسيس، ممكن احصل على جود ريزلت واوصل الى النتيجة البيرفكت. فبالنسبة لعندنا السكيلينج اند اكيوريتاج، الاكيوريتاج احنا سبق وان ذكرنا بالمحاضرة السابقة انه هو عبارة عن elimination element للجنجايفال بوكيت وول. الجنجايفال بوكيت وول يعني راح يكون هو infected epithelium ومحاولة التخلص من عنده هو في شيء جدا مهم. طبعا يعني ليش؟ لأنه راح أسمح بالتالي أنه الهيلينج يتم ما بين السوفت تيشو الجنجيفا والتوث سيرفس. طبعا هذا أكيد بعد ما أنا سويت debridement للتوث سيرفس، فبعد ما شلته أني بهالشكل هذا اللي راح يصير عندي طبعا blood clot full the space between the tooth and the gingival tissue اللي هو طبعا البوكيت مكان البوكيت. وبعد 2 الى 7 ايام راح تبدأ عملية ال restoration وال epithelialization of the sulcus. وهنا
خلي شوي نحكي حكاية. طبعا يعني هي هذا طبعا بعد الديبرتمنت ونشيل الابيثيليوم. المفروض احنا البيرفكت اللي احنا نريده انه يرجع يتكون بون، يرجع يتكون بريدنتال ليجمنت. لسه احنا هنا بدنا نحكي هذا سطح الروت سيرفيس، لانه الابيثيليوم الاتاجد ابيثيليوم تقريبا يكون على الانامل سيرفيس، ممكن شوي ينزل جوه السمنتو انامل جاكشن لكن ما يتعدى اكثر. هذا بحاله النورمال والبيرفكت. لكن انا مشكلتي ورا بشكل عام اللي عندهم بريدنتال بوكيت، انه اللي راح يصير عندي انه الابيثيليال تيرن اوفر كلش عالي، فتنزل الـ يعني الـ يسموه ابيثيليال داون جروث بهالشكل هذا مرحله الهيلينج بعد ما سويت ديبريدمنت. راح تنزل وتسوي ان هذا الابيثيليوم راح يسوي لي بما يسمى اللونج جاكشنال ابيثيليوم، طبعا يحقق اتاتشمنت ويا الروت سيرفيس بواسطه الهيميدسموزوم والبيزر لامينيت. طبعا هذا الاناتومي اللي المفروض يعني تتذكروه من العام. فهذا يعني هو هذا اللي راح يصير، هذا يعتبر اضعف الايمان، لان اللي يريده احنا اللي هو البيرفكت المفروض انه يرجع هنا الابيثيليوم اتجد ابيثيليوم يرجع خلينا نقول لحد مستوى السمنتو انامل جكشن، وتحته راح المفروض انه اكو كونكتيف تيشو اتاتشمنت، وعدي بون يرجع وبرجنتال ليجمنت حتى ارجع لهذه المرحله، هذه حاله الريجنريشن، انه انا ارجع كل التيشو اللي انا فقدته. لكن اغلب الشغل اللي احنا نقدمه هو راح يرجع الابيثيلي اللي عفوا الابيثيليوم راح يصير بي تيرن اوفر، وهو تيرن اوفر كلش عالي واسرع من كل الكونكتيف تيشو الابيثيليال تيرن اوفر، ولهذا خلال 7 ايام هو راح يحقق الاتاتشمنت. هذا الابيثيليوم اللي راح يصير هنا الاتاتشمنت هو يسموه لونج جاكشنال ابيثيليوم. طبعا هذا خلال 7 ايام يعني هو راح يصير ابيثيلايزيشن، لكن الكونكتيف تيشو يستمر ممكن فد الى شهر حتى يرجع ممكن انه يصير ماتشور كونكتيف تيشو او ماتشور كولاجين فايبر. في الحاله الثانيه طبعا هذه على المستوى الهيستولوجيكال. كلينيكالي افتر 2 دايز الجنجيفا ابير لايت بلوش ريد، افتر 4 دايز الجنجيفا ابير ريد اوتوماتس. ليش هسه احنا لما يعني المفروض بعد ما شلنا ال خلينا نقول الكوز اللي هو البلاك مايكرو اورجانيزم ترجع الجنجيفا النورمال، بس ليش هذا التأخير ده يصير؟ احنا قلنا انه الانفلاماتوري فيز ممكن انه يطول 3 ايام. بالثلاث ايام بالبداية راح تكون البلاد كلوت، بعدها راح يصير فازودوليشن حتى شنو يجيب ريكروتمنت، يجيب يعني سيلز باعداد كلش كبيرة اللي هي من النيوتروفيل والمونوسايت. فهذا الفازودوليشن اللي راح يصير هو اللي راح يسوي لي الاوديما، وراح يستمر هذا يعني الجنجيفال تشو لايت ريد يستمر، انه هو طبعا اكو ادوميتس واكو بعد سوالينج زين، هذا يستمر ل 6 دايز. افتر 7 دايز راح تبدي الجنجيفا انه ويل بي بينك. ليش؟ لانه بعد ال 7 دايز راح يصير شنو اللي راح يصير، هو الماتوريشن فيز او اللي هو ال ريمودلنج فيز. هذا المودم فيس اللي راح يصير بيه انه هو طبعا الفاسكولار تيشو راح تقل اعدادها بشكل كلش كبير، لانه الاندوثيليال سيل اللي هي مسؤوله عن عمليه الانجيوجينيس تكوين الفاسكولار بلاد فيزلز، بالتالي انه راح تقل يعني عمليه تكوين الفاسكولار تيشو، فيرجع التيشو الى النورمال بعد ال 7 دايز، ولهذا الجنجيفا راح تبين ابير مور بينك لان قل البلاد سبلاي، أقل الفاسكولار تيشو الموجود. وطبعا بعد الـ 8 days تبقى smooth. ليش؟ لأنه الابيثيلايزيشن اللي هو الكمبليت ابيثيلايزيشن with كيراتين layer راح يتأخر لحد تقريبا 9 إلى 14 يوم. فبالتالي أنه النانا راح تصير بعد 9 أيام إلى أسبوعين راح تصير pale pink in color زين. الـ healing after gingivectomy and gingivoplasty. The major event in healing بالـ gingivectomy هو re-epithelization of the wound surface and restoration of dentogingival junction.
الهيلنج اللي يصير عندنا بالجنجيفكتومي، طبعا احنا بالجنجيفكتومي عندنا جنجايفال اكسجين. الجنجايفال اكسجين ما عندي ووند الايج انا راح ارجعها، بالتالي راح يصير شنو هيلنج باي سكندري انتنشن، ممكن انه راح يصير لوس اوف التيشو فراح يصير هيلنج باي سكندري انتنشن. فاني احاول انه يعني تركيزي هو كله على الريبيتلايزيشن والريستوريشن اوف دنتو جنجايفال جنجايفال جنكشن. بالفيديو السابق كانت نهايته انه عن الهيلينج افتر الكيوريتاج والسكيلينج، بس حبيت اوضح فد شغله حتى يصير عندكم لبس. انا قلت انه الافتر الابيثيلايزيشن والكيراتينايزيشن، طبعا الكيراتينايزيشن يخص جزء من الاورال ابيثيليوم اللي راح ينشال وليس السيركولار ابيثيليوم، ليس البوكيت ابيثيليوم. يعني اذا نرجع بال يعني هذا الجزء اللي هو البوكيت ابيثيليوم هذا ما راح يصير بكيراتينايزيشن لان هو اصلا نان كيراتينايز لاير، هذا الجزء فقط اللي ممكن انه طبعا يصير بكيراتينايزيشن. على العموم انه الكومبليت ابيثيلايزيشن اللي هو يخصني هو هذا اللي انا اريد اقوله، انه هو راح يصير بعد ممكن انه 9 دايز. هذا الكومبليت وطبعا يعني اللايرز مال الابيثيليوم طبعا كلش تاثر على الشيب والكلر اوف ذا جنجيفا اللي يظهر كلينيكالي واللي يبين بعد تقريبا 14 يوم يلا ممكن انه تاخذ البيل. المهم انه الفرق يعني بالايام ليش يصير انه بعده هو ريد، مثل ما قلت انه هو بعده بالانفلاماتوري فيس وبالبروليفريشن فيس، هو بعده اكو فاسكولار تشو، الاماونت اوف فاسكولار تشو كلش هواي، وبالتالي بعد ما يوصل الى الماتوريشن فيس او الريمودلينج فيس راح تقل كميه الفاسكولار تشو ويبدأ عملية يعني complete epithelialization بعد 7 days وتبدأ الجنجيفا ترجع إلى وضعية البينك in color. زين بالنسبة لل after gingivectomy والجنجيفابلاستي، هنا احنا راح نسوي excision للجنجيفا. الاكسجين اللي راح يصير هنا راح يعني يجبر الهيلينج على انه يكون by secondary intention، راح يكون اكو loss of the tissue والهيلينج by the scar. زين الميجر ايفنت طبعا احنا قلنا ريبيتلايزيشن والدنتو جنجيفال جنكشن. دنتو جنجيفال جنكشن هو نقصد به انه اللي هي الاتشد ابيثيليوم او الاتشد جنجيفا والعفو الاتشد ابيثيليوم والكونكتيف تشو اتشمنت اللي حقق ويا الروت سيرفيس والاتشد ابيثيليوم ويا الانامول سيرفيس، فهذا الجزء يسموه دنتو جنجيفال جنكشن، لازم يرجع للوضعيه الطبيعيه. بالبداية طبعا راح تبدأ أكيد عملية البلاد كلوت، طبعا هي بمساعدة البريدنتال باك، بدون البريدنتال باك الجنجيفكتومي ما تتم عملية الهيلنج بالشكل الصحيح، وإنما يرجع كله ريجروث ويرجع للوضع اللي كان عليه قبل الجنجيفكتومي، فلازم أكو بريدنتال باك فهي تساعد وتسرع الهيلنج باعتبار هي هيموستاتيك ايجنت وبالإضافة للأنتي بكتيريال والأنتي فانجل. فأكو فد راح نشوف خلال يعني البداية اللي هو طبعا بعد تكون البلاد كلوت النيو كونكتيف تيشو اللي راح يتكون عندنا بعد ما نسوي اكسجين للجنجيفا خلال 24 ساعة. أكو يعني الانجيوبلاست سيل اللي هي تحت اللاير مال البلاد كلوت والإنفلاماتري تيشو، راح نشوف اكو زياده بالانجيوبلاستيل راح تزداد كميه البلاستيلاي، هسه احنا يعني كميه الفاسكولار تيشو بالانفلاماتوري فيز. زين يعني فنشوف انه بعدها راح تجي الابيثيليوم ويصير بها مايجريشن، راح تجي الابيثيليوم بالايام الاولى ويصير بها مايجريشن حتى تغطي منطقه الكونكتيف تيشو. هذا الابيثيلايزيشن بعد فترة ممكن انه راح تصعد الجنجيفا باتجاه لانه اكو راح يصير عمل للفايبروبلاست بالثري دايز. يعني اولا احنا قلنا انه اكو زيادة بالكونكتيف تيشو بالباسكولار تيشو، بعدين الابيثيليوم يجي يحاول انه يغطي خلال اول يوم الى ثاني يوم يغطي هذا المكان اللي صار بي اكسجين. الفايبروبلاست هنا طبعا راح تشتغل على انه تعطيني شنو جرانيليشن تشو، تعطيني كولاجين وتعطيني اكسترا سيلول ماتريكس. بعدين هذا الابيثيليوم راح يبدي طبعا راح تبدي تصعد الجنجيفا ويصعد وياها الابيثيليوم. تصعد ليش؟ حتى يتكون الجنجيفال سلكس، لان انا من شلت كل الجنجيفال سلكس
تبدأ هنا بعد الأيام الثلاثة الأولى راح تبدأ أنه يصعد أنه حتى تكون لي جنجايفل سلكس وترجع الجنجايفل مارجن. راح يصير عندي سيرفس إبيثيلايزيشن، وهنا نفد نقطة مهمة، الإبيثيلايزيشن يأخذ وقت من 5 إلى 14 يوم. أوكي، الكومبليت إبيثيلايزيشن يأخذ تقريبا 14 يوم، لكن الكيراتينيزيشن مو أقل من شهر، مو أقل من 4 أسابيع. اللي هو نقصده إحنا إنه الأبيثيليال لاير راح تتكون خلال الأسبوعين الأولى، لكن الكومبليت كيراتينيزيشن يأخذ تقريبا وقت شهر. دائما الأبيثيليوم أو الأبيثيليال لاير إحنا قلنا دائما أسرع بالتيرن أوفر مالتها، فهي راح يصير الهيلينج بيها تقريبا كله يعني يأخذ له شهر، في حين الكونكتيف تيشو يأخذ تقريبا 7 أسابيع. فسبع أسابيع هي تخص الكونكتيف تيشو. هذا هنا بالدي 14 هنا تقريبا راح تبدأ عملية الريبيتاليزيشن بشكل كبير، وتبقى انه قلنا الكيراتينيزيشن ياخذ تقريبا 14 يوم. زين، الهيلينج افتر فلاب سيرجري بالبداية طبعا راح تتكون البلاد كلوت ما بين الفلاب والتوث سيرفيس والبون سيرفيس. طبعا احنا اكيد هنا طبعا الهيلينج افتر فلاب سيرجري هو طبعا راح افتر سوتشرينج، وكل ما يكون السوتشر يعني مضبوط، كل ما يكون تايت سوتشر well adapted flap to the tooth surface to the bone، طبعا اكيد راح تكون عملية الهيلينج افضل. ليش؟ لانه يعني الفلاب من يكون well adapted راح يسوي لي stabilization للblood clot، فعملية الستابلايزيشن للblood clot هي كلش very important، بالتالي انه راح تبدأ عملية الهيلينج. epithelial cell migration 1 to 3 days. طبعا الابيثيليال سيل هنا نفس الحالة اللي قلنا بالكيوتاج، احنا بعد ما نسوي فلاب ونفتح هذا الفلاب ونسوي ديبريدمنت ونشيل البوكت ابيثيليوم، المنطقة هنا راح يصير بدي خلال اول الى 3 دايز يعني 1 to 3 دايز راح تبدأ عملية الابيثيليال سيل مايجريشن باتجاه شنو يعني ابيكالي داون وورد جروث. زين، الابيثيليال هنا اتاتشمنت الى الروت سيرفيس نفس الشيء يعني الكيروتاج اللي قلنا راح يصير اتاتشمنت باي هيميدسموزوم واللونج جكشنال ابيثيليوم، ونفس الحال اللي احنا قلنا هناك عليها بالكيروتاج انه مشكلتنا انه الابيثيليال اتاتشمنت الى الروت اللي راح يصير، يعني هنا نتيجة انه الابيثيليال داون جروث راح التيرن اوفر مالته جدا عالي، ممكن انه حتى الكونكتيف تيشو يمنعه من انه يرجع ويخلي اتاتشمنت هنا، وحتى ممكن انه البون يعني حتى يستعيد عافيته ياخذ وقت كلش طويل، وبالتالي ممكن حتى البريدنتال ليجمنت ما يرجع الاتاتشمنت. فلهذا اول تيشو اول يعني سيلز ممكن انه تحقق الاتاتشمنت وتسوي لي كلوزر للبوكيت وريدكشن البوكيت اللي هو الابيثيليال اتاتشمنت. طبعا هو هذا الاتاتشمنت ضعيف، يعني الاتاتشمنت باي هيميدسموزوم يعتبر ضعيف، لكن هو اضعف الايمان. يعني طبعا صحيح التيبيكال انه انا المفروض احصل على اتاتشمنت على الاقل باي كونكتيف تيشو، بس لانه الابيثيليال داونورد جروث هو كل السريع، فهذا طبعا مشكلتنا بهاي عمليه سواء البريودنتال فلاب او الكيوريتاج. بعد الاسبوعين الكولاجين فايبر arranged parallel to the tooth surface. طبعا هنا احنا بدنا نحكي عن الكونكتيف تيشو، قلنا دائما الكونكتيف تيشو يكون ابطا عن الابيثيليوم. لهذا انت بعد اسبوعين ما يصير تقول للبيشنت يعني انه حتى يعني ممكن انه تسوي له فولو اب، لكن ما تجي تفحص بالبريودنتال بروب. من تفحص بالبريودنتال بروب اصلا الاتاتشمنت هو عندك ضعيف وهيميدسموزوم وبعده مو كومبليت يعني كلوزر، مو كومبليت خلينا نقول يعني ابيثيلايزيشن. اثنين عندنا احنا الفايبرز ارينجد بارول تو ذا توث سيرفيس،
يعني حتى لو حققنا connective tissue attachment بهذا الجزء الابيكالي، فهو بعدها ال connective tissue parallel مو perpendicular، وبالتالي to surface، بالتالي ال attachment كلش ضعيف، ما تقدر انه تسوي diagnosis by periodontal probe بعد 2 week، ممكن انه تشيك follow up، ولهذا هذا الموضوع جدا مهم. زين، عندنا ايضا زين هنا الفولي ابيثلايزيشن راح يصير اوف جنجيفال كروفس تقريبا 1 مونث، يعني هنا اذا تتذكرون بالكروتاج تقريبا من 9 ايام الى ممكن انه توصل الى اسبوعين، بالجنجيفكتومي قلنا الابيثلايزيشن تقريبا اسبوعين، والفول كيراتينايزيشن راح ياخذ تقريبا الشهر كامل. هنا ايضا تقريبا شهر كامل فول ابيثلايزيشن جنجيفال كروفس شهر كامل. اذا هي الكروتاج كانت اقل فتره باعتبار كميه التروما اقل، فكل ما تكون التروما اقل هو اصلا كلوز تكنيك ماكو فد يعني فد اكسجين ليك اماونت اوف جنجيفا يعني لارج اماونت، فهذا كله راح يسرع الهيلينج والابتلايزيشن، يعني راح يكون الابتلايزيشن باعتبار اسرع لانه التروما اقل. هنا بالفلاب سيرجري وبالجنجيفكتومي لا ممكن انه تطول لشهر اللي هو الفول ابيثلايزيشن ويا الكيراتينيزيشن، يعني الابيثلايزيشن واحده ممكن يطول اسبوعين، لكن ويا الكيراتينيزيشن ممكن انه يطول لمده شهر. زين هسه احنا مشكلتنا قلنا انه باللونج جكشن ابيثيليوم، اني طبعا حتى يعني لازم انه يعني اكو فد حل انه هذا الابيثيليوم احاول امنع الداون وورد جروث مالته اللي هو دي يحقق لي اتاتشمنت، وقلنا هذا الاتاتشمنت ضعيف وممكن انه البوكت يرجع باي فتره، ممكن بالتروما حتى لو سكيلنج عادي ممكن انه يفتح مره ثانيه، فهذا مشكله. زين خلالها يعني تطور الابحاث والعلوم وهذا، فقام كل فتره تطلع فد ماتيريال معينه، هذه الماتيريال وظيفتها انه تعتبر فد بيرير تمنع الابيثيليوم انه يسوي لي اتاتشمنت داون وورد جروث، يعني تعطي المجال للكونكتيف تيشو او البون او البريودنتال ليجمنت انه يرجع ويسوي اتاتشمنت. طبعا كل يعني اي تيشو ممكن انه يحقق اتاتشمنت سواء كونكتيف تيشو او بون او ابيثيليوم يعتبر ريبير فقط البريودنتال ليجمنت. ليش الريبير؟ يعني شلون هسه مثل واحد عنده سياره وعطل بها جزء، هذا الجزء مره يسوي له تصليح والتصليح ما يرجع مثل قبل لانه ممكن انه يكون تحوير او غيره، مره لا انه ريجينريشن يعني يجيب فتشي او نيو جينريشن انه اجيب فشي جديد وابدله ويرجع كله طبيعي، هذا اللي يتحقق عندنا بالبريودنتال ليجمنت. انا من ارجع بريودنتال ليجمنت راح يرجع بون راح يرجع كونكتيف تيشو ويرجع سمنتم، لكن المشكله انه بالابيثيليوم هو دائما اللي يصير عندنا انه يرجع وحده، فما رجع اتاتشمنت بس اتاتشمنت ضعيف، مرات قليله ممكن انه يرجع الكونكتيف تيشو ويصير ريزوربشن بالسمنتم، يصير ريزوربشن بالسمنتم ويرجع الكونكتيف تيشو او البون ويصير ريزوربشن بالسمنتم، وهذا طبعا يصير ما يسمى بالانكيلوسز. فهذه الحالات كلها تعتبر ريبير ما عدا البريودنتال ليجمنت يعتبر ريجنريشن. فهسه الشغل الشاغل الماتيريال اللي دائما تطلع جديده، طبعا هي هذه المفروض محاضره وحدها على انواع البونيغرافت والميمبرين والماتيريال اللي تستخدم كتشو كونديشنر اثناء السيرجري، طبعا هي محاضره وحدها، لكن هسه احنا بنعطي بس الاساسيات. فلهذا ريجنتيف بريودنتال ثيرابي هو هذا احنا اهم شيء اللي يميز البريودنشيوم عن البقيه، انه اني عندي مشكله انه البريودنتال تشو مو بالسهوله انه يرجع للوضع الطبيعي، ولهذا اي انفلاميشن او سيرجيكال تريتمنت ممكن انه هيل بريبير او ريجنريشن. اكثر الحالات اللي انا مثلا احتاج انه اني استخدم هذه الطرق اللي هي بديله حتى تحقق لي اتاتشمنت او جود اتاتشمنت، عندنا الديب انفرا بوني بوكيت، واذا انت تذكرون انتم ماخذين محاضره بريدنتال بوكيت اكو سوبرا بوني بوكيت بوني بوكيت واكو انفرا بوني بوكيت. الانفرا بوني بوكيت هو البوكيت اللي يكون اكو هول within the bone، اكو وول ديفكت بالبون، هذا الوول ديفكت ممكن انه اخلي بيها بوني جرافت اللي هو طعم عظمي، هذا طعم عظمي باشكال ومصادر مختلفه، قسم من عندها طبيعيه قسم من عندها صناعيه حسب يعني الجزء المأخوذ من عنده،
وممكن انه طبعا اضيف كولاجين ممبرين وغيرها. وطبعا الفوركيشن ديفكت، مناطق اللي بيها فوركيشن، واللوكالايز جنجيفال ريزشن ديفكت، طبعا اكفد ماتيريال معينه، يعني مثلا الامدوجين، مثلا على سبيل المثال الامدوجين اللي هو عباره عن اميلوجينين بروتين يأخذ من البورسين البيج من يعني التوث باد اثناء الديفلوبمنت ينأخذ من عنده، وهذا طبعا وظيفته انه يسوي ستيموليشن للسمنتوبلاست والاوستيوبلاست، وبالتالي يرجع يعني يرجع اللي يحاول انه يرجع اتاتشمنت ويسوي كونكتيف تشو اتاتشمنت. بالسلايد القبله هنا اكو كان ديفكت بالبون، زين هذا الديفكت بالبون هنا خلينا طبعا هذا يعتبر انفرا بوني بوكيت، يعني هسه انا ما دا احكي لان انا دا باوع من الامام، المفروض انه انا دا باوع خلينا نقول في شيء 3 دي، كانما كلوزلي اكو فد ديفكت اكو فد هول، واجى البون جرافت اللي هو الطعم العظمي خليناه بهالمنطقه، واكو فوق شنو كولاجين ممبرين. هذا الكولاجين ممبرين اللي هو طبعا يعني هم باشكال مختلفه ويصنع يعني بطرق مختلفه ومن مواد مختلفه، هذا يعتبر بيريان ممبرين، سوى لي منع لي الابيثيليوم من انه يسوي لي داون وورد جروث، ويرجع انه يحقق اتاتشمنت ويا روت سيرفيس ويلغي لي البون، يعني بالتالي اذا حقق اتاتشمنت راح يلغي الجروث مال البون والبريدنتال ليجمنت، فهذا هو وظيفته، وبالتالي يحفظ البون جرافت ويمنع الابيثيليال داون جروث. على العموم هذا ما مطلوب من عندكم، بس هذا في شيء اضافي، لكن هي بصراحة هذه كانت المفروض هي تكمل من المواد المهمة بالبريو، لكن لضيق الوقت ما راح نقدر نعطيكم اياها. زين اكو عوامل لوكال وسيستميك فاكتور تاثر على الهيلينج، سواء ممكن انه نسوي ديليد بالهيلينج او امبروفد للهيلينج. نجي على اللوكال فاكتور، اهمها طبعا البلاك مايكرو اورجانيزم، يعني مثلا انا من اجيت وسويت السيرجري او سويت السكيلينج ما ضبطت البلاك مايكرو اورجانيزم، وهو اذا بقى هذا اثناء بعد البروسيجر او بعد السيرجري طبعا يعني ياخر الهيلينج، باعتبار اكو بلاك مايكرو اورجانيزم اكو سورس للانفكشن فياخر عمليه الهيلينج بشكل كلش كبير. اثنين تروما تو ذا تشو، مثلا المايوبيشن مالتي اثناء العمل سواء تروما تو شو سويت تيرنج بالفلاب، ممكن انه ما كانت مثلا السوتشرنج ما كان بالشكل الصحيح، تروما يعني ماني تروما التشو سويت اثناء المانيبيليشن والعمل مال الفلاب، فلازم الشغل يعني يكون كلش ديليكيت حتى نحافظ على التشو. ثلاثة presence of foreign body، ممكن remnant of suture أبقي، طبعا بعض أنواع السوتشر إحنا طبعا يفضل بي السوتشر بالبريو اللي هو النايلون سوتشر واللي يعتبر مونوفيلمنت، هذا مشكلة السلك سوتشر مالتي فيلمنت، والمالتي فيلمنت هو مشكلته أنه يعني يسوي فود امباكشن، يعني لهذا إذا شايفين هواي بحالات من السيرجري اكو يصير فود امباكشن على يعني مستعمل اهل السيرجري هواي يستعملون السلك سوتشر، فمشكله هذا احنا دائما نفضل نستعمل النايلون واللي هو مونوفيلمنت سوتشر يكون سموث وما يخلي ما يسوي بلاك اكوموليشن. بور بلاد سبلاي، طبعا اللوند اكيد احنا قلنا الاساسي الشيء الاساسي بعمليه الهيلينج بدايه هو البلاد كلوت، فاذا بور بلاد سبلاي ما راح يصير جود بلاد كلوت، يصير جود كلوتنج والعمليه كلها راح يصير بيها فد ضعف. موفمنت، الموفمنت هي تاثر على البلاد كلوت، يعني مثلا انا سويت السوتشر مو مضبوط بالتالي الفلاب راح يظل يتحرك، او مثلا خليت بريودنتال باك بعد ما سويت الجنجيفكتومي فهذا راح ياثر لي على عمليه الهيلينج بالشكل الصحيح، لان يعني ما راح تتكون البلاد كلوت ما راح تتكون البلاد كلوت بالشكل الصحيح، وبالتالي كل عمليه الهيلينج راح يصير بها امبيرمنت. الايونايزنج راديشن طبعا تاثر على كل السيلز، تاثر على الانرجي اوف ذا سيلز، وممكن انه تاثر على الميتوكوندريا اللي بداخل السيلز فتقلل الانرجي مالتها وتاثر على البلاد سبلاي، في حين العوامل او الفاكتورز اللي هي امبروفد
عندنا الاكسبوجر تو الترا فايلت لايت، هذه اصلا هي تسوي فازوديليشن الورمنج افكت مالتها، بالاضافه الى انهم ممكن نسوي دي كونتامينيشن ويسوي بايو ستيميليشن. ايضا الجود ديبريدمنت مثل ما قلنا انه اذا بقينا بلاك وبقينا مايكرو اورجانزم فهي راح تاخر عمليه الهيلينج، في حين الجود ديبريدمنت راح يسرع عمليه الهيلينج باعتبار انه كله راح يكون كلين سيرفيس فماكو عندنا اي عوائق. ومثل ما قلنا انه التروما للتشو والموفمنت والموبيلايزيشن اوف ذا تشو بعد عمليه بعد يعني البروسيجر اللي احنا تنقدمها راح تاثر على عمليه الهيلينج بروسيس، لان ما تحافظ على البلاد كلوت فكله راح يسوي امبيرمنت، بالتالي الاموبيلايزيشن والسوتشرنج المضبوط والتكنيك المضبوط راح يسرع عمليه الهيلينج لانه يحافظ لي على البلاد كلوت والسيكونس اللي تيجي بعدها. سيستميك فاكتور الايج، طبعا هي عمليه الايجنج بروسيس تاثر على كل شيء بالجسم، يعني ممكن انه طبعا الاثيروسكلروسيس اللي يصير اثناء عمليه الايجنج ممكن انه طبعا ياثر. فالبيشنت بشكل عام انه راح يصير عنده فاسكولار تشينجز اثناء الايجنج، وهذا طبعا ياثر على عمليه البلاد سبلاي وياثر على عمليه البلاد كلوتنج اللي تبدا بها الهيلينج. Insufficient food intake، طبعا الفيتامين سي طبعا اهمها اللي هو اسكوربيك اسيد ديفشينسي، لان الفيتامين سي يعني يؤثر بشكل جدا كبير على الكونكتيف تيشو ريجينريشن، و يعني نقصان الفيتامين سي ممكن انه يؤثر على هذا الموضوع. Generalized infection الديابيتك patient، طبعا الديابيتك هو اصلا هذا يكون عنده مشكله انه هو اصلا يصير عنده اثيروسكلروسيس. هنا بدنا نحكي عن الانكونترولد، ماكو مشكله بالكنترول، يعتبر حال نورمال، لكن الانكونترولد بيشنت راح يصير عنده مشاكل من ضمنها الجلوكوز ابتيك يعني باي ذا سيلز، فياثر على قلنا طبعا انه راح يصير عنده اثيروسكلروسيس والجلوكوز ابتيك، بالتالي ممكن انه خلينا نقول الميتابوليزم اللي يصير اثناء بالجسم والاميونيتي اللي تاثر بحيث كل امبيد للهيلينج او ديلي للوند هيلينج. الهرمون طبعا الكورتيزون اهمها، لانه هذا بال سبريس الفورميشن اوف ذا جرانيشن يعني امبير الهيلينج، وطبعا يضعف المناعه ويقلل الاميونيتي، بالاضافه الى التستوستيرون والاستروجين والبروجسترون لها تاثيرات اشكال مختلفه على الايجاليشن تشو وعمليه الهيلينج، وزيد السنسبتيبلتي للانجري اوف ذا جنجيفا. يعني هذه المحاضره بشكل مختصر، واذا عندكم اي سؤال انا حاضر، اذا عندكم اي شيء مو واضح انا حاضر، وشكرا لكم. مراعدينا راضي يخرب الخوة.